وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا موفد إكسترا نيوز هشام عبد التواب. هشام، بعد التحية، ماذا لديك من جديد وتفاصيل من معرض الطيران والفضاء؟ نعم جاكلين، أهلا بك وأهلا بكل مشاهدي إكسترا نيوز. نحن الآن في مطار العلمين نتابع آخر وأهم فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء. نتابع في هذه اللحظات عدد من الفعاليات التي تتم بالتوازي، أعداد كبيرة من الشركات والعارضين في الداخل داخل القاعات المخصصة للعرض. عدد الشركات المشاركة أكثر من 200 شركة، إلى جانب عدد كبير من الدول المشاركة. هذا الصوت العالي لتحضير الطائرات والشكلين هو للعروض الجوية التي تتم. نحن نتابع عروض جوية بالتوازي مع العارضين والشركات من أكثر من 100 دولة هنا في هذه الساحة الخارجية في مهبط مطار العلمين. نتابع عدد كبير من العروض الجوية المبهرة التي تشارك بها أعداد كبيرة من الدول. تابعنا صباح اليوم عرض لدولة الولايات المتحدة الأمريكية، عرض منفرد بطائرة F-16، وأيضا في عدد من العروض إن كانت عروض منفردة أو عروض فريق الألعاب. توجد عروض منفردة كثيرة على مدار اليوم، وبالتأكيد بالأمس تابعنا هذه العروض، وربما يعني الكاميرا يمكن أن ترصد العروض التي تحدث الآن. خلينا نتابع معكم هذه العروض المبهرة. يبدو لهذا العرض أنه عرض منفرد لطائرة واحدة، كما تابعنا عدد كبير من الدول كما ذكرنا مشاركة كالولايات المتحدة الأمريكية، تركيا والإمارات والسعودية وأيضا اليونان. أما العروض الخاصة بفريق الألعاب فتوجد أيضا عدد من الدول كالصين والهند، وفريق سيلفر ستار المصري يشارك دوما بالعروض الجوية المبهرة التي تتم بالأمس وأيضا اليوم وغدا. سنتابع عدد لهذه العروض. هذه العروض تلقى اهتماما بالغا كل رواد وزوار هذا المعرض والشركات المشاركة. أيضا هنا في هذه الساحة الخارجية كما نتابع أعداد كبيرة من الطائرات مصطفى هنا للعرض، أحدث الطرازات العالمية للطائرات من الشركات والدول المشاركة تصطف هنا في هذا المكان في مهبط مطار العلمين. أعود إلى الداخل وما يتم داخل القاعات من يعني أجنحة خاصة بكل دولة وبكل شركة موجودة في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء الذي يمتد بالتأكيد من 3 وحتى 5 من سبتمبر الجاري. وكما ذكرتم في البداية رئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح فعاليات المعرض بالأمس، وتفقد عدد من أجنحة الشركات والدول المشاركة. عدد كبير من الصفقات يتم ما بين الشركات والدول المشاركة هنا في المعرض، وهذا ربما أيضا يعتبر مقياس لنجاح معرض مصر الدولي للطيران والفضاء. هذه الاتفاقيات يعني شهدنا عدد كبير منها في الجناح الخاص بالهيئة العربية للتصنيع بالأمس، وتحدثنا مع عدد كبير من رؤساء والمديرين التنفيذيين لعدد من الشركات. ويبدو أن العرض مستمر، العرض الفردي كما نتابعه الآن. إذن تابعنا عدد كبير من الاتفاقيات والشراكات التي تمت بالفعل ما بين الهيئة العربية للتصنيع وعدد من الشركات كشركة سفران الفرنسية وأيضا شركة إيلينك الصينية المختصة في مواجهة الطائرات بدون طيار. مهم أن نذكر أن هذا المعرض هو معرض ليس فقط عسكري ولكنه أيضا مدني، معرض مدني وعسكري وأيضا يعني ذو طابع متنوع لكافة الأمور التي تتعلق بقطاع الطيران. مصر هي الوجهة المناسبة والوجهة المثالية لاستضافة هذا المعرض لأنها يعني حليف جوي عالمي مهم للغاية، وأيضا قوة جوية إقليمية هي أكبر قوة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بكل تأكيد هشام، يعني إحنا بنتابع معاك
إفريقيا كل الفعاليات مطار القاهرة. نعم هشام، أنا بشكرك شكرا جزيلا الحقيقة. نعم على كل ما تفضلت به من تفاصيل وإيضاح ومتابعة لكل الفعاليات من معرض الفضاء والطيران، وهو المعرض الأول الذي تستضيفه مصر وتنظمه بهذا الشكل مع استضافة عدد كبير من الشركات. موفد إكسترا نيوز هشام عبد التواب، شكرا جزيلا.